انت اداره التحويل المزاري انه يكون تحوير شامل، واذا كان مكان الشامل يكون على الاقل في المراكز الخاصه في الوزارات الخاصه كما وزاره التربيه، لازم خاصه انا تهمني اكثر وزاره التربيه وزاره الداخليه يلزم فيها مراقبه شديده. ما عندي حتى انذارات انا من هنا. والله اكثر توافق والله ان شاء الله يصير تحوير يجمع الاحزاب كل المذاهبين اكثر ائتلاف، والاحزاب كل تتفق على مصلحه الوطن. خويا ان شاء الله باهي لتونس الكل. ما نستنوا حتى شيء، فما شيء. تفدليك تفدليك. بوسون دافريل في جانفي. شوف هما مصلحه البلاد هكا. ان شاء الله يشوفوا كل واحد اللي في المنصب ينجم يخدم فيه ويضيف حاجه للبلاد، ان شاء الله يكون عند حسن ظن برا. كيما ايكيب ايكيب ضعيفه تبدل لها جواري تبقى ديما ضعيفه. شيء. كل قديم كي جديد هذيك. والله قلت لكم انا فهم حتى شيء في البوليتيك، حاجه ما تهمنيش برشا. انتظاراتي من التحويل الوزاري اذا ما يكونش في الوزارات اللي هي هامه وعندها صله مباشره بالتنميه وبالعداله وبالاستقرار البلاد، لا طائل من وراء التحويل. بيان سور كالعاده ما نستنى من واحد شيء، استنينا الانتخابات ما عملوا حتى شيء. نهضه شنو عملتنا نهضه هاك تشوف فينا؟ بدي يحاول الوزاره ما يحاولش، البلاد هي وليدي. ها؟ قلت لنا الفقر والمزير وليدي، أمدي نقول لك ها؟ دونك إذا كان باش يصير تحوير وزاري نورمالمون الحكومة كاملة لازمها تمشي. الأول هذا أول شيء، لازم الحكومة كاملة تمشي، لازم تصير معناها توافق وطني. ما ننتظر شيء من الوزارة هذي. حطونا قيس اليعقوبي في وزارة التربية و وشوفونا جوار اخر زاد يشوفوه حطوه في وزاره الداخليه، يدخلوها بعضها الحاسين وكل عاد. لا ان شاء الله نطمح لحاجه ما احسن. انا برجوليه كمواطن تونسي انا ما نحبش التحوير الوزاري، نحب الوزراء اللي موجودين كل هذاك بصراحه يبعد. واضح تظهر منها كل تتبدل، كل 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 سفيه على عفاف كل تتبدل الوزراء كل منتظر منها حتى شيء، خاطر فما حتى شيء جديد. استنى كان الخير يجي منهم مرحبا، ينفع تونس ينفع الشعب مرحبا به. انا باش نستناه واللي نستناه فيه فهمتني ما صار منه شيء. راك تشوف الناس كيفاش الشباب بطاله ناس تعبه امورها ياسر. والله انا نشوف ما يغير شيء، ولكن في الواقع ما تتصلح البلاد كان كي يتصلحوا العباد. احنا اللي رضينا نحن معاه بصراحه. احنا ناس خويا ماذا بكم ما تقصوهاش، احنا ناس خويا سانكيا مشوا ماذا بينا يا خويا اللي رضينا هذاك هو. نرتاحوا من راشد. من شكون هذا؟ من جبالي. من شكون هذا؟ هكا هاو. يلزم يكون تغيير في صلب الادارات وفي انفسنا، فهمني؟ اذا غيرنا من انفسنا تتغير امورنا، فهمني؟ لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لهذا ما تتصلح البلاد كان ما يتصلحوا العباد.